السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثاني الأساسي من مدارس الأكاديمية العربية الحديثة. اليوم سوف نأخذ درس جديد من مادة اللغة العربية مع معلمتكم سهير الخطيب. وقبل أن نبدأ بالدرس دعونا نستمع إلى هذه القصة معا ونستنتج من خلالها عنوان درسنا لليوم. أبو محمد ينزل من سيارة خروفا قد اشتراه، فانفلت الخروف وهرب، فأخذ يطارده حتى دخل الخروف بيت أيتام فقراء. وكانت أم الأيتام تنتظر كل يوم عند الباب من يترك لها طعاما وصدقة أمام الباب فتأخذها، وقد اعتاد الجيران فعل ذلك معها. فلما دخل الخروف الباب خرجت أم الأيتام فنظرت، فإذا جارهم أبو محمد عند الباب وهو مجهد ومتعب. فقالت له وهي تظن أنه متصدق بهذا الخروف: جعلها الله صدقة واصلة يا أبو محمد، وجزاك الله كل الخير. فما كان من الرجل إلا أن قال: اللهم تقبل وسامحينا يا أختا عن التقصير معكم. ثم التفت أبو محمد تجاه القبلة وقال: اللهم تقبله مني. دخل أبو محمد على أسرته بدون الخروف الذي كان الجميع ينتظرونه بفرحة وشوق كبيرين، ولكن أحدا لم يتحدث خاصة بعدما دخل أبو محمد لينام. وفي اليوم التالي خرج أبو محمد لصلاة الفجر، وبعد الصلاة ذهب ليشتري خروفا جديدا، فرأى سيارة محملة بالخراف واقفة، فاشترى من صاحبها خروفا أسمن من خروف البارحة. سأل أبو محمد البائع عن ثمن الخروف فقال له: خذ الخروف ولن نختلف. حمل أبو محمد الخروف السمين للسيارة ثم عاد للبائع الذي ابتسم وقال له: هذا الخروف دون ثمن. دهش أبو محمد وسأل البائع عن سبب ذلك فقال له: السبب أن الله رزقني هذه السنة بميلاد كثير من الغنم، فقلت: نذر علي إذا كثرت الغنم أن أعطي أول مشتري مني خروفا هدية، وكنت أنت أول من اشترى فهذا نصيبك. ابتسم أبو محمد فرحا وقال: إذن لاحظنا أن أبا محمد قام بعمل الإحسان مع العائلة الفقيرة، فكان جزاؤه خروف سمين ولكن بدون ثمن. إذن يا ثاني، ما عنوان درسنا لليوم؟ عنوان درسنا هو جزاء الإحسان. أحسنتم يا ثاني، إذن عنوان درسنا جزاء الإحسان، وسنتعرف به على مجموعة من النتاجات بحيث يتوقع منك عزيزي الطالب أن أولاً تستمع إلى نص القراءة استماعاً جيداً، ثانياً تجيب عن الأسئلة المطروحة، ثالثاً تعبر عن الصور بلغة سليمة. والآن هيا لنستمع إلى نص الدرس. مستعدون يا أبطال؟ هيا لننصت جيدا. جزاء الإحسان. جاءت حمامة إلى نبع ماء لتشرب، شاهدت نملة صغيرة سقطت في الماء. حملت الحمامة غصنا بمنقارها، مدته إلى النملة، فتعلقت النملة به ونزلت من الغرق. وفي أحد الأيام شاهدت النملة طيارا، وجه الطيار بندقيته إلى الحمامة، قالت النملة:
الله، لقد أنقذتني الحمامة. يجب أن أساعدها الآن. عرفت النملة الصيادة في السجن؟ فانحرفت بندقية الصيد ونجت الحمامة. وبعد أن استمعنا إلى نص الاستماع، هيا يا أبطال لنقرأ الأسئلة سويا ونقوم بالإجابة عليها. إذن عنوان درسنا جزاء الإحسان. نقوم بتحليل عنوان درسنا. أولا يا ثاني، جزاء الإحسان، يوجد لام في كلمة الإحسان. ما نوع اللام؟ أحسنتم، إنها لام قمرية. هيا نحلل العنوان. جزاء الإحسان. مرة أخرى، جزاء الإحسان. أحسنتم يا أبطال. نبدأ بالأسئلة. إلى أين جاءت الحمامة؟ هيا نفكر. أحسنتم، رائعون. جاءت إلى نبع الماء لتشرب. السؤال الثاني، ماذا مدت الحمامة إلى النملة؟ رائعون، مدت الحمامة الغصن إلى النملة. السؤال الثالث، كيف نجت النملة من الغرق؟ أحسنتم، تعلقت النملة بالغصن ونجت من الغرق. السؤال الرابع، ماذا قالت النملة عندما شاهدت الصياد؟ أحسنتم، قالت النملة، لقد أنقذتني الحمامة ويجب أن أساعدها الآن. السؤال الخامس، ماذا فعلت النملة بالصياد؟ أحسنتم، قرست النملة الصياد في رجله. رائعون يا ثاني. الآن هيا نشاهد إلى الصورة الأولى. هيا نركز، هيا نغمض أعيننا سوا ونتذكر ماذا فعلت الحمامة هنا. أحسنتم، جاءت حمامة إلى نبع ماء لتشرب. ننتقل إلى الصورة الثانية. هيا. أحسنتم يا ثاني، مدت الحمامة الغصن إلى النملة فتعلقت بها. ننتقل إلى الصورة الثالثة يا ثاني. ماذا حدث في الصورة الثالثة؟ أحسنتم، وجه الصياد البندقية إلى الحمامة فقرست النملة الصياد في رجله فانحرفت البندقية ونجت الحمامة. أحسنتم يا ثاني. وإلى اللقاء في حصة جديدة يا أبطال.